أسواق مالية في إيكويتي جروب الأستاذة لينا قنون للحديث عن تطورات أسعار العملات. أهلا وسهلا بك معنا أستاذة لينا. بداية يعني مؤشر الدولار يتجه صوب 100 نقطة، كيف يتأثر أو كيف تتأثر أسواق العملات في ظل هذا الارتفاع غير المسبوق وتحقيق مستويات قياسية لمؤشر الدولار لينا؟ أهلا بك أحمد. بالفعل مؤشر الدولار الأمريكي وصل إلى أو لامس مستويات 99.41، مقترب تقريبا 100 نقطة، لكن بنلاحظ بعض التراجعات الطفيفة، وذلك يعني عم يلامس أعلى مستوياته منذ عام مايو عام 2020، وذلك كاعتبار الدولار كملاذ آمن في ظل تصاعد التوترات السياسية الروسية الأوكرانية، فيلجأ المتداولين أو المستثمرين إلى الدولار كملاذ آمن في ظل هذه الأوقات. طبعا البيانات الاقتصادية عن الميزان التجاري التي سوف تظهر لن يكون لها التأثير الكبير، فالتأثير التأثير السياسي أكبر من البيانات الاقتصادية. العاجز ممكن يسجل ميزان التجاري، نحن نتحدث عن 80 إلى تقريبا 87 مليار دولار أمريكي، ونترقب أيضا بيانات التضخم، نراقبها عن كسب من 7.5% إلى 7.9% التي سوف تظهر يوم الخميس، ستعطينا يعني فكرة أوضح عن قرارات الفيدرالي الأمريكي، وخاصة نترقب الأسبوع المقبل الفدرالي الأمريكي حول سياسته النقدية، حول رفع أسعار الفائدة المتوقع أن يرفعها ب 25 نقطة أساس لكبح ارتفاع التضخم الذي يرتفع بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار النفط وأسعار الطاقة وأسعار السلع، حيث أن الأسعار تشتعل بفعل الأزمة السياسية الأوكرانية الروسية. فبالتالي نحن عم نحكي عن ارتفاعات، رح نشوف كيف رح نراقب انه الفدرالي الامريكي هل سيقوم في ظل ارتفاع التضخم الكبير برفع اسعار الفائده بشكل اكبر لكبح ارتفاع التضخم، فيظهر انه العالم في حيره بين انه التوترات السياسيه راح تاثر على الاقتصاد العالمي وبالفعل سوف تضعف نموه، وبين ارتفاعات التضخم اللي عم ترتفع بشكل كبير. نعم لينا، يعني الحديث حول اليورو أيضا الأكثر تضررا، وهو يعاني الأمرين من معدلات التضخم المرتفعة في القارة العجوز وأيضا الارتفاعات الحاصلة في مؤشر الدولار. إذا يعني كيف يتعامل اليورو في ظل هذه الضغوطات عليه؟ هل نتوقع المزيد من التراجعات مقابل الدولار؟ نعم، اليورو بالفعل هو أحد أكبر المتضررين من الأزمة السياسية الروسية الأوكرانية، فنلاحظ هذه التراجعات من عام 2020 اليورو من الشهر الماضي كنا 1.12، الآن عم نحكي عن 1.8 من التراجعات. ما زال اليورو مقابل الدولار تحت الضغط مقابل الفرنك السويسري عند أدنى مستوياته من عام 2015، أمام الجنيه منذ الاسترليني منذ عام 2016، بسبب أنه أيضا البنك المركزي الأوروبي لديه اجتماع هذا الأسبوع، المتوقع أنه ما يكون في رفع لأسعار فائدة، سيبقي على أسعار فائدة كما هي. سنراقب المؤتمر الصحفي رئيس البنك المركزي الأوروبي ما سوف تقوله عن السياسة النقدية والتوجهات السياسة النقدية في ظل ارتفاع التضخم أيضا في منطقة اليورو، نتحدث عن 5.8%. لا يوجد نية لرفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، وخاصة أن الأزمة السياسية تلقي بظلالها على منطقة اليورو. نحن نستذكر منذ عام 2014 عندما العقوبات الروسية التي تمت على روسيا، يعني فهذا أثر على اليورو بشكل كبير وهبط اليورو تقريبا عم نتحدث عن 20%. فسنراقب عن كثب ما التوقعات للسياسة النقدية في ظل ارتفاع التضخم، وهل سيكون هناك رفع لأسعار فائدة، يعني في حيرة البنك المركزي الأوروبي، لأن بالفعل اليورو تحت الضغط بسبب علاقته التجارية واقتصادياته المرتبطة بين الاتحاد الأوروبي وبين روسيا، وخاصة أنه أغلب الصادرات الغاز والنفط من روسيا تتجه إلى أوروبا. فاليورو المتوقع المزيد من الضغط في حال استمرار تلك الأزمة السياسية، ويظهر أن الأزمة السياسية في تصاعد، وهذا ما انعكس اليوم على الذهب.
نعم، تحديدا فيما يتعلق بأسعار الذهب، يعني تفضلتي ويعني وأكدت بأن المعطيات الأساسية للأسواق لم تعد تؤثر في حالة وفي ظل هذه التوترات السياسية. الذهب سيد الملاذات الآمنة يتجه نحو الصعود وتحقيق مستويات فوق $2000 للأونصة الواحدة، كيف يؤثر على أسواق العملات وأيضا لدى مزاج المتعاملين في الأسواق؟ نعم، الذهب يعني عم نشوفه على ارتفاعات بشكل قوي، قد اخترق يعني اليوم مستويات نفسية مهمة هي $2000، والآن عم نحكي عن $2020 للأونصة. لديه مقاومة نفسية هي $2000، وأيضا مقاوم لدينا مقاومة الأخرى التي ربما يعني كفنيا في حال كسرها أو الدعم النفسي الفني له 1950، لكن أتوقع المزيد من الصعود واختراق مستويات مقاومة مهمة وهي 2033، بحيث المحافظة على مستويات النفسية المهمة وهي $2000. فبالارتفاعات اللي عم نشوفها على أسعار الذهب، يعني تقريبا نحن من جائحة كورونا وصلنا إلى مستويات 2074، فبالتالي المتوقع في ظل كما يعتبر الذهب هو الملاذ الآمن في ظل تصاعد التوترات السياسية الأوكرانية والعقوبات اللي عم تتجه من الغرب على روسيا، هذا عم بيدعم الذهب كملاذ آمن. وأيضا الذهب يعتبر أداة تحوط من ارتفاع التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار النفط وأسعار الطاقة. عم نشوف ارتفاعات للتضخم بشكل كبير في العالم، ليس العالم الاقتصاديات الغرب، ولكن أيضا في دول الشرق الأوسط، في مصر، في ليبيا، في كل نواحي العالم عم نشوف ارتفاعات للتضخم بمنطقة اليورو 5.8%، 7.5% في الولايات المتحدة الأمريكية. في تركيا الارتفاعات التضخم عم تصل ل 54%. فالارتفاعات واضحة، فالذهب يعتبر أداة تحوط من ارتفاع التضخم، فبالتالي أنا بتوقع أنه يكون هناك مزيد من الارتفاع، ولا أستبعد احتمال التذبذب في أسعار الذهب نتيجة أنه في قوة في مؤشر الدولار الأمريكي. نحن نعلم أنه الذهب والدولار تربطهما العلاقة العكسية، فيعتمد أيضا على الدولار، مؤشر الدولار الأمريكي. نعم، محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذة لينا قنوع، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا. We'll be right back.